اليوم بدنا نحاول ننهي السترين جيج. رح انهي بمثال، رح نحل مثال عملي ونصمم كانتيليفر يقيس يعطيني الفولتج سنسيتيفيتي. خلص اطفي اكبسها بس كبستين. خلينا نطلع. لو انا عندي الان كانتيليفر والكانتيليفر راح نحط عليها فورس على الطرف من هون، في عندي اف لها طول من هون، هذا نسميه ال مثلا، وفي لها ويدث دبليو، وفي لها ثيكنس تي. ماشي واضح؟ اذا انا عندي هون زي سلاب، طبعا هاي مثبته هون، مثبته بالحيط، يعني هاي الكانتيليفر مثبته الان بالحيط، مثبت ان هاي النقطه فولي سبورتد مش سمبلي سبورتد. عم بحط عليها فورس من هون. هلا هون راح احط على بعد ال، راح احط تو سترين جيجز، هذول راح يكونوا الار بلس، وتحت على القاعده اللي تحت راح نحط كمان تو سترين جيجز راح يكونوا الار ماينس. اذا هذا ار بلس ار بلس ار ماينس ار ماينس، وراح ناخذ هذول الاربع سترين جيجز راح نحطهم الان في بريدج ويت ستون بريدج. راح يكون عندنا هون في فولتج سورس دي سي في اس مثلا نسميه، وعندي هون ار بلس ار بلس ار ماينس ار ماينس. راح يطلع معي اوتبوت فولتج، راح تشوفوا الاوتبوت فولتج راح يطلع صغير جدا من هون، هي في اوت اوف تي، هذا الفي اوت اللي هو راح يطلع عندي از ا فانكشن اوف اف. فانا الانبوت عندي لهذا السيستم هو اف، والاوتبوت فولتج راح يطلع من هون. لان انا هدفي اقيس الفورس اللي موجوده هون، الفورس الموجود هون راح تتحول لستريس، هون ستريس راح يتحول ل سترين، سترين راح يغير الريزيستنس، التغير بالريزيستنس راح يغير الفولتج، ورغم ذلك راح يطلع معي فولتج صغير جدا من هون بالملي فولت. ايش راح اعمل فيه؟ راح اخذه على امبليفاير، على انسترومنتيشن امبليفاير، راح اختار ريزيستر خارجيه ار 6 اذا متذكرين حتى اعمل الجين، وراح احوله مثلا من 0 ل 16 ملي فولت، راح احوله من 0 ل 5 فولت. من 0 ل 5 فولت وين راح احطهم؟ على A to D converter، وادخله على تيك مثلا مايكرو كنترولر، وبعدين اعالجه. هلا بدنا نطلع السنسيتيفيتي، بدنا نطلع العلاقه ما بين اول شيء راح اطلعه ما بين السترين. فراح نفترض هلا انا عندي هون راح يصير في لونجيتيودنال سترين ابسلون ال بهذا الاتجاه. هلا القانون ما في حاجه انتم تحفظوا، اول مش راح اخذه هلا هون، راح اركز هلا على الستريس، وبعدين راح ناخذ علاقه بين اف وابسلون منه. هلا خلينا نتطلع على هذا البريدج اللي هون موجود عندي. راح افترض الان الجيج فاكتور لهذول السترين جيجز هو كي، اللي هو كان 1 زائد 2 ميو، متذكرين؟ كي عندي بيساوي 1 زائد 2 ميو زائد 1 على ابسلون دلتا رو على رو، وعادة راح تكون هاي صغيرة ميو تقريبا، ميو اللي هي ايش سميناها؟ بويسون ريشيو، اللي هي تقريبا للمعادن من 0.25 ل 0.35 بهي الحدود. فلو كانت 0.35 في 2 راح تصير 0.7، 0.7 زائد 1 تصير 1.7، وتقريبا هاي راح افترض انها تعطيني 0.3، فمثلا راح تكون هذه بالرينج مثلا تقريبا 2، حوالين 2. بدي اطلع طبعا على الداتا شيت لهذا، وراح نشوف بعدين راح نحط على الداتا شو، راح احط داتا شيت لسترين جيجز، راح تشوفوا البارامترز اللي بتجيني بالداتا شيت. من الاشياء كمان اللي بدي انتبه عليها هون في البي اس، في اس راح تمشي كرنت هون مظبوط، هذا الكرنت محدد بالديتا شيت، الديتا شيت ما بتسمح لي اني امرر اكثر من كرنت معين في هاي لانه راح تحمى، فهذا بحدد الكرنت. وفي هون عندي مقاومه راح تكون اسمها الانسترينت ريزيستنس النومينال، النومينال تمام، انسترينت ريزيستنس النومينال فاليو، اللي هي راح تكون عاده في معظم السترين جيجز يا 120 اوم يا 350 اوم يا 1000 اوم، في غالبهم ممكن تكون طبعا شيء مختلف، هذه هي النومينال ريزيستنس من هون. وفي كمان عندي اي ماكس اللي بقدر امشيه هون المسموح فيه، اللي هو بيكون بالرينج حوالي 10 ملي امبير او 15 ملي امبير، لازم اقرا الداتا شيت واشوف ايش الماكسيمم، فواضح بقدر احدد الاي ماكس بقيمه المقاومه بقيمه في اس، مش هيك؟ يعني في اس بدها تكون اقل من مظبوط ار زائد ار مظبوط 2 ار نومينال، تسمي هاي ار نومينال اذا بدنا او ار انسترين 2 ار مضروبه في ايش؟ اي ماكس، في اي ماكس. فلما انا بدي اختار الفولتج اللي هون اللي بدي احطه، طبعا انا حابب هذا الفولتج يكون اكبر ما يمكن، ليش؟
عشان يعطيني اعلى سنسيتيفيتي، يعطيني اعلى اوتبوت فولتج، بس انا ما بقدر ازيده عن حد معين، لانه اذا زدته عن حد معين ايش راح يصير؟ راح يزيد الكرنت اللي ماشي. فلازم اعرف الانسترينت ريزيستنس اللي جاي من الداتا شيت وقديش اي ماكسيمم، بضرب هذول الاثنين. ما لازم في اس يزيد عن هذا الحد، راح نطلع نشوف، راح نعمل مثال كامل ونصمم. لكن انا اللي بدي اطلعه الان بدي اطلع السنسيتيفيتي ما بين في اوت وابسلون ال، في اوت وابسلون ال اللي راح تكون وحدتها ملي فولت بير سترين او بير مايكرو سترين. هلا راح احكي شو المايكرو سترين. خلينا نطلع الان على المقاومه. هلا وهلا ما بحط فورس راح يصير في عندي ابسلون ال بهذا الاتجاه، والعكس تبعه راح يصير تحت، فراح تزيد واحده من المقاومات راح تنقص واحده من المقاومات. خلينا نشوف ار بلس الان شو بدها تساوي. راح تزيد باي مقدار؟ راح تصير عندي هلا ار نومينال، وراح تزيد في مقدار 1 زائد كي اللي هو الجيج فاكتور في ابسلون ال، مضبوط، 1 زائد كي ابسلون ال راح تكون الزياده في هاي المقاومه، يعني المقاومه الجديده والمقاومه النقصان راح تساوي ار في 1 ماينس كي ابسلون ال. ماشي الكل واضح لهي؟ فاهمين؟ راح يصير عندي هون يعني هاي المقاومه راح تزيد بهذا المقدار. ايش ابسلون ال؟ السترين اللي هو هون، والكي اللي هي الجيج فاكتور لهذا الجهاز. راح يصير في عندي استطاله، مش راح يصير زياده في الطول بسبب الابسلون الموجود هون، راح يصير زياده في الطول، وتحت ايش راح يصير؟ نقصان بالطول. هاي الزياده في الطول او النقصان في الطول راح ياثر عليها كي اللي هو الجيج فاكتور من هون، راح ياثر بحيث انه ايش بياثر على المقاومه، وبعدين راح تزيد المقاومه. هي مقيمتها الاصليه، ار في 1 هي القيمه الاصليه، الزياده هي عباره عن ار في كي في ابسلون ال، هاي صارت قيمه ار الجديده. والنقصان اللي هم تحت الثنتين اللي تحت راح يصيروا، راح يصير عندي ار 1 ماينس كي ابسلون ال. هاي الحاله بتختلف عن البريدج اللي ضغطناه من هناك. هون عندي بصير تنشن هون وكمبريشن تحت، ماشي واضح؟ وبصير عندنا شيء شبيه كمان في السمبلي سبورتد بيم. السمبلي سبورتد بيم راح يصير عندنا شيء شبيه كمان بنفس الطريقه، لما بحط هون فورس على هذا السمبلي ايش راح يصير عندي فوق؟ راح يصير عندي هون تنشن، وراح يصير في هون كومبريشن، وبامكاني اثبت اثنين هون واثنين هون. ماشي اوكي؟ اذا هاي خلينا نحسب الان. هلا بدنا نطلع السنسيتيفيتي، العلاقه ما بين في اوت بدلاله ابسلون ال وفي اس. هذا البريدج هلا عندي هون في اي وهذه في بي. في اوت شو بيساوي؟ في اوت بيساوي في اي ماينس في بي، مضبوط. في اي شو بدها تساوي؟ عندي هون فولتج ديفيجن وعندي هون فولتج ديفيجن، مضبوط. الفولتج ديفيجن هون راح يكون ار بلس على ار بلس زائد ار ماينس. هلا هذا بده يكون مضروب في في اس ماينس، عندي هون في اس في ار ماينس على ار بلس زائد ار ماينس، مضبوط. واضح للكل هاي المعادله اللي عملناها، طلعنا في اي وطلعنا في بي وطرحناهم الاثنين من بعض. هلا هون راح نكمل، راح يصير عندي في ار بساوي بطلع في اس برا، جوا بضل عندي. هلا لاحظوا هون المقام هو نفسه، مش هيك؟ فبقدر اخذه نفسه اللي هو عباره ار بلس اللي هي 1 زائد كي ابسلون ال في ار زائد ار في 1 ناقص كي ابسلون ال في ار، مضبوط. هذا هيك المقام. وعندي فوق ايش عندي؟ عندي ار بلس ماينس ار ماينس، ار بلس اللي هي 1 زائد كي ابسلون ال ماينس في ار عفوا، وهون عندي كمان 1 ماينس كي ابسلون ال في ار، مضبوط. هلا نتطلع فوق شو بصير عندي؟ ببسط هاي لفوق، بصير عندي ار ماينس ار ار وهون ماينس ار، مش هيك؟ ار في 1 مش هيك؟ هذول بروحوا مع بعض، بضل عندي ار في كي ابسلون ال ناقص ناقص بتصير زائد بصير 2، بصير عندي زائد 2 ار كي ابسلون ال. تحت عندي ار 1 وار 1 شو بتصير؟ 2 ار. بعدين عندي ار كي ابسلون ال ماينس ار كي ابسلون ال، شو بيعملوا؟ بيشطبوا مع بعض، بضل عندي هاي 2 ار وهاي بتشطب مع ار من هون. شو بصير عندي الان؟ عندي صار 2 بتشطب مع 2 والار بتشطب مع الار، شو بضل عندي؟ كي ابسلون ال في في اس بتساوي في اوت. انا السنسيتيفيتي شو الانبوت عندي بهاي الحاله، الحاله المحدده اللي اخذتها هون، شو الانبوت اللي داخل عندي؟ سترين. شو الاوتبوت؟ اذا السنسيتيفيتي صارت في اوت على ابسلون ال بتساوي كي في اس.
هلا بامكانك تثبت، انا ما راح ادخل فيها هون بس موجوده على الموقع وانا حاللها بالتفصيل، بامكانك تثبت انه الفور هاي فور ارم بريدج هذا اللي احنا بنطلع عليه، ليش سميناه فور ارم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة مظبوط. السنسيتيفيتي تبعته هي عبارة عن K أو الأوتبوت السنسيتيفيتي أوكي K V S. هلا بإمكانك تثبت إنه 2 R، إيش ال 2 R؟ كيف ببني 2 R bridge؟ اثنين بتغيروا ناخذ اثنين بتغيروا. هلا بتحب تاخذ بتقدر تاخذ اثنين بلس وبلس وتحطهم فوق، بتقدر تاخذ اثنين ماينس ماينس وتحطهم تحت، بس ما تحط الماينس والماينس بنفس الار، بده يكون الار بلس ار ماينس ار ماينس او ار بلس ار بلس، او بتاخذ ار بلس وار ماينس بتحط واحد ار بلس فوق واحد ار ماينس تحت. بس عاده هلا بالسعر اللي موجود بهدول عاده رح نعمل 4 ار بريدج لانه بعطيني اعلى سنسيتيفيتي وبتخلص من اي مشاكل حراره، لانه الحراره شو رح تصير؟ رح تاثر عليهم كلهم بنفس الطريقه مظبوط، رح تاثر على الاثنين اللي فوق تحت بنفس الطريقه. فاذا صارت زياده فيهم كلهم رح يغير هذا ايش ار لهم كلهم، فما رح يبين في السنسيتيفيتي تبعت الاوتبوت. هلا بامكانك تثبت انه السنسيتيفيتي تبعت ال2 ار بريدج تكون K VS على 2 وال1 R bridge على 4 يكون K VS على 4. إذا مين بعطيني أعلى sensitivity واضح من ال4 R bridge رح يعطيني أعلى sensitivity، بتعتمد على K وبتعتمد على VS، والsensitivity هي علاقة ما بين V out و epsilon L. إذا هاي رح نحطها المعادلة هون اللي بدنا نستعملها V out على epsilon L. ليش حطيت L؟ longitudinal ها في ترانسفيرس، ترانسفيرس هون ما بتهم لانه ما حطيتش انا سترين جيجز بهذا الاتجاه. هذه بتساوي للفور ارم بريدج 4 ار بتساوي كي في اس اللي هو في اس هو السورس اوكي.